الاعزاء المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معانا لعبه جديده، لعبه بوم اير بلان. بجيب لكم العاب غريبه، يعني دي الميزه ان احنا يا جماعه ندور في الديب ويب كده وندور في الاعماق علشان نطلع العاب مش معروفه، يعني العاب كده منسيه، العاب مختفيه مش زي الالعاب المعروفه والمشهوره. يعني ميزه البرنامج بتاعنا يا جماعه ان احنا بنتعمق وندور على الالعاب ونشوف الالعاب دي ايه ظروفها، يعني العاب حلوه ولا لا. خلينا نشوف مع بعض كده اللعبه دي ظروفها ايه. تمام، بس كده ده حاجه عظيمه خالص. زي ما انتم شايفين كده شبه لعبه تشيكن ادفنشر، فاكرينها حرب الفراخ. المرة دي بقى انت بتضرب معرفش ايه الكائنات الرخوة دي، جيلي ده ولا ايه؟ كائنات رخوة كده. طبعا على طول من قبل ما اكمل، يعني ماشي، الكائنات الرخوة دي بتنقسم، بينزل فلوس، الفلوس تعمل تشتري بيها طيارات. المفروض ان انا دلوقتي مستني السلاح، ايه لازم يبقى في ابجريد للسلاح في الغالب انت اللي هتعمله ابجريد. نشوف دلوقتي، ندمج الطيارات مع بعضها. تمام، يدينا طيارة اقوى، مية مية، ماشي. نفس السلاح بس الطيارة مختلف. اهو تمام كده، السلاح بقى اقوى. ايوه انا عايز دي، انا عايز دي، مية مية اوي كده، جميل جدا. تعالى بقى تعالى، ايوه، بس للاسف السلاح ده بيبقى ليه ليميت معين، يعني وديله ما يفضلش معاك لاخر الجيم. مفيش قنابل او حاجه كده غريبه. لو شلت صبعك من على الشاشه اللعبة هتعمل ستارت بوز، هتوقف. تمام، ممكن نعمل بقى ايه، دمج، هنعمل دمج للطيارات. الطيارة بقت أقوى، يلا فممكن نعمل أبجريد بقى للإيه، للطيارة. أهو نقدر الفاير باور، قوة الفاير اللي هو الطلق، يعني يبقى أقوى، والريت بتاعها يبقى أعلى، يعني الضربة تبقى أقوى وبتاخد أعلى. بنعمل دمج أهو للطيارات. تفكرني بلعبة تانية برضو الطيارات تقعد تلف كده وبتعمل دمج للطيارات، نفس النظام. يعني في ديلي، بتاخد جيم في الديلي، اعلانات طبعا، الطياره بقت اقوى. خش على بعده، ماشي. نفس الطلق برضو، والطلق المفروض ان هو بيتعمل له ابجريد او بتجيبه من المدين هنا. ايوه زي ده كده اهو، بس بيضحكوا علينا، الناس بتضحك علينا. حد يقول لي ليه بقى الناس بتضحك علينا؟ الناس بتضحك علينا ليه؟ الطيارة دي شكل فقط لا غير، الطيارة دي شكل فقط لا غير، ديكور كده، قطعة ديكور تعمل لها ابجريد وتدمجها مع طيارة تانية تقول بس ده الطيارة دي هتبقى فتاكة. انما لا، برضو انت الفلوس اللي هتكسبها هي اللي هتعمل ابجريد للطيارة. سيبك بقى من الاشكال اللي احنا بنعملها دي، اهو دي مع دي ودي مع دي، سيبك بقى من الجو ده، او دي مع دي، مش الكلام ده، الشكل ده شكل فقط.
سيمز بس مش اكتر يعني، انما هو الفاير ريت اللي يزيد بالكوين. زود كوين وتزود الفاير ريت تبقى جامد وكفاءة. مفيش كوين مفيش ابجريد، وتتعب بقى في حياتك وتتعب في اللعبة. اهو دعم، الدعم وصل، الدعم وصل. بسرعة بسرعة بسرعة، هدى هدى. تمام تمام. اه في طبعا زي سبيل كده انت بتاخدها بتضعف الانمي. تمام، في طيارة اهي تاخدها يجيب لك بارتنر شريك يضرب معاك. تمام، الجيم بيخلص بسرعة. الصناديق بقى دي طبعا يعني انا شايف ان هي ما الموضوع ان دمج الطيارات ده بلا فائدة بصراحة يعني. او حط طيارة على الطيارة شكلها يتغير، حط طيارة بقى على الطيارة شكلها يتغير، هي كده بقت افظع يعني. تمام، شوف نوع الفاضي بصراحة. ونفس الفاير ريت اهو، تعمل ابجريد. تطلع الستيج بعده وبتاخد ريورد طبعا وفلوس وميشن والجو الجميل ده، كل ده جميل جدا. ميشن، تاخد ميشن طبعا. حلو، الله، لا فكرتها حلوة، فكرتها حلوة. بس هما بقى ايه يعني، حاسب تتغر وتروح تاخد الاسلحه اللي فوق دي، بيحطها في اماكن حساسه. اول ما تخش طبعا احنا بنعمل ابجريد اهو، بنغير الشكل، شكل الطيارة، مش ابجريد ولا حاجة. تمام اهو، ممكن نعمل ابجريد بقى من هنا اهو، بنزود الفاير ريت بتاع الفاير باور بتاع الطيارة. حلوة جدا، حلوة مش وحشة. لكن التحكم بتاع الطيارة تحس إن تقيل شوية، تقيل مش خفيفة كده وحركها كده بسهولة، ولا تحس إن هي تقيلة كده الطيارة مش خفيفة في الحركة. أعتقد إنها كان ممكن تبقى أحسن من كده شوية. بطالة يا جماعة، لعبة يعني مش بطالة لكن
لو التاتش خفيف كده شويه والطياره اسرع وفي تنوع كده في الاسلحه كان ممكن تبقى ممتعه اكتر، ويبقى في بص كده في باشكال مختلفه كده كل جيم يبهرك يعني. بس لا لعبه مش بطاله. حوار الطيارات اللي بنقعد ندمجها مع بعض ده يعني بلحاوي خالص يعني، ما ياكلش عيش يعني. هتفضل تخلينا ندمج الطيارات مع بعض ليه يعني؟ وفي الاخر كده كده بعمل ابجريد بالكوين، ما ملهاش لازمه يعني. لعبة ساينس فيكشن كده خيال علمي، ومفيش رجلين ده اللي انا بقعد اضربه يعني، مفيش مثلا كريم كراميل اضربه مثلا، او انجيل البحر، او حاجه غير الجيل ده اللي اضربه يعني. لا ومنوع لي يعني، عامل لي جيل اخضر وجيل التفاح وجيل كده منوع لي، وجيل بالبرتقال وجيل مش عارف ايه منوع لي كده يعني. طب ما تغير الاشكال، غير الأشكال. مش بطالة، مش بطالة. لعبة مش بطالة. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، حملوها جربوا قولوا رأيكم ايه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات، واستنونا إن شاء الله في فيديو جديد على قناتكم جيمر بالعربي. وأشوفكم على خير، مع السلامة.